يا سيدي بقول لك شفتهم وقعدت معاهم زي ما انا قاعد معاك كده بالظبط. طب يلا بينا نروح لهم يا استاذ سعيد. هروح معاك، هروح عشان خاطرك، بس الست اللي فوق دي لها عليك حقوق يا ابني. انت كمان كنت عارف يا عم صابر وما قلتليش، وانا اللي كنت فاكرك راجل طيب وبتاع ربنا. ما تظلمنيش يا ابني، ما تظلمنيش، انا كنت عايز اقول لك بس خفت على زعل بنتي. يلا يا ابني نتكلم فوق. شفت يا اخويا الناس، معلش خلي بالك ده الدنيا دي مليانه بلاوي. خليكم محضر خير، تعالى يا ابني نتكلم في بيتنا. نص ساعه وهنزل لك يا استاذ سعيد. هستناك وانا ورايا غيرك. تعذرني يا عبدالله، أنا ست وحدانية ما صدقت ألاقي راجل أطمن له وأحبه. ليه يحب حد يحرمه من أهله؟ يحرمه من إنه يعرف هو مين؟ كم مرة حد جالك وقال لك إنه يعرفني وخبيت عليا؟ ورحمة أمي هي مرة واحدة اللي أنت عرفت بيها. أنا ساعتها ما أعرفش أنا عملت كده إزاي؟ أنا فجأة لقيت نفسي بقول لهم أنا ما أعرفوش. ترد إن حد يحرمك من أبوكي؟ أنت أبويا وأخويا ودنيتي كلها يا عبدالله. خلاص أنا زمان كنت بصدقك، دلوقتي خلاص بطلت أصدق. طب اعمل ايه علشان تسامحني يا عبد الله؟ ده انت اغلى حاجه ليا في الدنيا. ابوس ايدك ما تسيبنيش، انا ما صدقت لقيتك. ليه كده يا صباح؟ ده انا عمري ما اذيتك في حاجه. سامحني. مين؟ أنا حمادة. تأخرت أوي يا حمادة. معلش يا حبيبي، أمال ماما فين؟ ماما تعبانة وأنا خايفة عليها أوي، مش عارفة لما تشوفك هتعمل ايه. حورية. مين يا بنت؟ الو. اي اي حورية. ما هو قفل موبايله ونام. ايه؟ معقولة؟ جه؟ الحمد لله على سلامته. طب هو جه ازاي؟ انت متأكدة؟ يعني هو اللي جابه؟ طيب طيب انا هصحي ابراهيم واقول له دلوقتي. مع السلامة يا حبيبتي. زلطة، ايه عايزه ايه؟ خد تعالى ادفع عايزاك. لا اصبري هوريكوا بالانس. هو ايه اللي اصبره بالانس؟ ايه وزفت ايه؟ اطلع. مش طالع انا. لو ما طلعتش دلوقتي هفضي البتاع ده. لا خلاص انا. طب بصي خلاص عايزه اقوله وانا هنا. قرب. طيب طيب خرب بيتك. بقول لك ايه؟ ايه؟ اسمع اللي هقوله لك ده كويس وهتنفذه بالحرف الواحد. أنا متشكر جدا يا أستاذ سعيد، أنا هفضل مديون لك بالجميل ده لآخر يوم في عمري. لا يا راجل ما تقولش كده، كل الكلام ده حلو وجميل وعلى راسي، بس أنا يعني عايز الأهم، عايز فلوسي. حضرتك جاي الساعة 2 بالليل وبتقول عايز فلوسك؟ طب إزاي يعني؟ زي ما أنا جيت الساعة 2 بالليل رجعت أخوك اللي كان تايه من 5 سنين، ولا دي حلوة ودي وحشة؟ خلاص أنت هتردح لي، تعالى بكرة خد فلوسك. أنا إيه اللي يضمن لي؟ مش أنت بتصدقني يا سعيد؟ أنا مش قلت لك لو جبت لي حمادة هديك الفلوس؟ يا حاجة أنا بصدقك وواثق فيك وكل حاجة، بس أنا كمان من حق أبقى ملهوف على فلوسي زي ما أنت كنت ملهوف على ابنك اللي ضايع، ولا يعني ابنك يرجع وأنا أمك في العشة ولا طارت؟ لو سمحت اتكلم بطريقة أحسن من كده. وأنا قلت حاجة غلط؟ أنا بقول أمك في العشة ولا طارت،
ولا كنش امك في العشاء ولا طارت دي كلمه قبيحه وانا مش واخد بالي. انا قوم يا ست، انا مؤدب وكويس وذوق واخلاق، عايز فلوسي بقى. فلوسي يا جماعه؟ ما حد يفهمني ايه الحكايه. وانت مين اللي جاي دلوقتي؟ هتلاقي حد من البلطجيه بتوعه. انا ما عنديش بلطجيه يا نسا حوريه، اللي بيني وبينكم كان بالمعروف والاخلاق. اه والله انا هروح افتح. ما تفهميني يا ماما، ايه حكايه الفلوس دي؟ هقول لك يا ابني على كل حاجه، بس مش اول لما ترجع تلاقي مشاكل. فهمني انت يا استاذ سعيد. ازيك يا برنس، والله ليك وحشه يا راجل. مالك سكت يعني وما نطقتش؟ سيبيني يا عنايات انا بفكر. طب فهمني بتفكر في ايه؟ مش عارف افكر، دماغي واقفه كاني هتشل. مالك بس يا ابراهيم؟ فهمني ايه اللي مخوفك وشاركني معاك. ما هو الفلوس دي يا بتاعت سعيد يا بتاعت حماده، والاتنين موجودين، يبقى في الاخر واحد فيهم هياخدها. محدش هياخد الفلوس دي منك. هي مش فتوانه يا عنون، انا اللي صرفت الفلوس من البنك، يعني لو مدتها لهمش هيطلبوها بالمحكمه. حلاني يا حبيبي، يا اخويا المحاكم حبالها طويل. يا بنت الحلال انا اللي صرفت الفلوس وضيعت منها كتير، ولو المحكمه طلبت ان اردها بالكامل هتحبس. بعد الشر عليك، عشان كده خليك تحت جناح امك، وهي عمرها ما هتخلي اخوك يحبسك. انا اللي فاقعني انهم ممكن يدوا الفلوس لسعيد بعد اللي عمله فينا. وهي دي حاجه تخش العقل؟ اخوك هيحبسك عشان ترجع فلوس واحد تاني؟ انا حاسس ان ضيعت عنايات. ما تخافش، طول ما انا جنبك ما فيش حاجه هتحصل. يعني مش هتسيبيني لو الفلوس راحت؟ الفلوس مش هتروح يا ابراهيم. الحمد لله على السلامه يا اخويا. الحمد لله على السلامه يا حماده. تعال، انت مش فاكرني؟ انا ابراهيم هيمه. يا اولاد بقالنا مدة طويلة ما تلمناش اللمة دي. ألف حمد وألف شكر لك يا رب. ها احكي لي بقى، كنت فين وعملت ايه وايه اللي حصل؟ يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. تعرفي إن أنتِ أول واحدة تزورني من الحتة من ساعة ما اتجوزت؟ أنا مش عارفة أنا جيت ليه، بس أنا حاسة إن أنا خايفة ربنا يكون شحطتني اليومين اللي فاتوا دول بسبب. أنا عزة. عزة؟ أنتي عزة اللي بينادلها سلامة؟ أنا ماشية. اقعدي، أنتي جيتي في إيه وهتمشي في إيه؟ اقعدي. بس أنا سبب في اللي أنتي في، أنتي وسلامة. تعرفي؟ أنا في الأول كنت مكلية منك، وكنت بقول عليكي ضرتي، ولو كنت شفتك كنت كلتك بسناني، لكن لما عقلتها قلت إن أنتي السبب في اللي أنا فيه، السبب في إني بقالي بيت وبقت في إيديا صنعة. يمكن لو ما كنتيش عملتي كده ما كنتش اتجوزت، ولا يا عالم كنت عملت إيه في دنيتي. أنا عارفة إن سلامة ضاع بسببي، بس أنا والله العظيم ما كنتش عارفة إن هيعمل في نفسه كده. أديكي قلتي يعمل في نفسه، يعني هو اللي عمل في نفسه. ما تحمليش نفسك ذنب أنت ملكيش دعوة بيه. يعني أنت مش زعلانة مني؟ يا عزة! معلش يا حبيبتي، هو بيناديني أنا بعزة. يا عزة! يعني زور باسبوري وسافر باسمي؟ وبعد ده كله امك عايزه تديله الفلوس. مش بتاعته؟ حقه. هو خد منك باسبورك بس ما خدش منك فلوس. والعذاب اللي اتعذبناه كلنا بسبب غياب حماده، مش بسببه؟ انت نسيت الايام السوداء اللي انت عشتيها؟ هو مالوش ذنب في ده كله. امال مين اللي ليه ذنب؟ انت بتدافع عنه خلاص. مين اهم عندك؟ ولادك ولا اللي نصب عليكي؟ احنا ممكن ندخله السجن. تدخله السجن ده ايه؟ ده جابك هنا لغايه عندي، تقوم عايز تدخله السجن؟ انتوا ايه؟ ده انا عمري ما اكلتكم لقمه حرام. انت مين؟ تقصدي يا ماما؟ انت ما كنتش كده يا ابني، ده انت كان قلبك زي اللبن الحليب. يا ام، انا الدنيا قست عليا قوي، ما تقسيش عليا انت كمان. يا ماما، حماده شاف ايام سودا لازم نعوضه عنها، بس هنعوضه عنها ازاي واحنا معناش فلوس؟
انت فاكره انه هيرجع يشتغل ويديكي زي زمان؟ انا عنايا ليكم، بس انا دلوقتي راجل متجوز وعندي بيت ولازم اصرف عليه. تصرف عليه؟ تصرف عليه ازاي بقى وامك عايزه تدي لسعيد الفلوس؟ اتفقتوا على الحرام يا اولاد حافظ. مالك واقفه كده ليه؟ ما وحشكيش بيتنا؟ مش فاكره نفسي هرجع هنا تاني. احمدي ربنا، ده احنا كنا ممكن ما نرجعش هنا تاني الا بعد ما تخلصي مدتك في القناطر. هو عيب يعني ان الواحده تحلم تعيش عيشه حلوه؟ بعد لفتنا مع سعيد مفيش غير حاجه واحده بس اللي لزقت في دماغي، امشي عدل تحتار الحكومه فيك. عايزين نعيش بقى، نعيش ونربي اللي جاي بالحلال يا عزه. يعني كل اللي حلمت بيه ده طار؟ طار في الهوا شاشي وانت ما تدراشي يا جدع. طب يلا بقى يا انتخه، ايدك في ايدي نوضب الشقه. استني بس، ما الشقه زي الفل اهي، تعالي نوضب اوضه النوم. لا بقول لك ايه، اذا كنا هنعيش هنا يبقى نبتديها صح، سيبك بقى من الفوضى بتاعت زمان. يا بت ساعه الحظ ما تتعوضش. لا تتعوض، بس نوضب الاول. طب كنا ابتدينا باوضه النوم. انا صباح مرات عبد الله، قصدي يا حماد، انا جايه وطالبه منكم السماح. ربنا هو اللي بيسامح. انا بجد مستغربه قوي انك قدرت تيجي لغايه هنا بعد اللي انت عملتيه ده. احنا عشنا ايام سودة وماما تعبت واكتئبت. انا ما كنتش عارفه ان هو ده اللي انت كنتوا بتتكلموا عنه. دخلتي في الاستعباط اهو، يعني انت ما كنتيش عارفه ان جوزك فقد الذاكره؟ قولي للدكتوره بالراحه عليا شويه يا ماما، انا كنت خايفه عشان يكون وراكم مصيبه او مشكله، عشان كده قلت استنى لما اتاكد الاول. انت كدابه قوي على فكره. حرام عليك، انا برضك معذوره، انا ماليش غيره في الدنيا، خفت احسن تاخدوه مني. الله يسامحك يا بنتي، تعبتينا. الله لا يسامح. خلاص يا ماما، احنا بطلنا نسامح اللي بيغلطوا في حقنا. ابوس ايدك، انت كده هتخربي بيتي، انا كان غرضي مصلحته. مصلحته هو ولا مصلحتك انت؟ بس بقى يا حوريه، دي جايه لك يا بنتي ومكسوره الجناح، وعندي استعداد اعمل كل اللي انتوا عاوزينه، بس ابوس ايدك ما تخربوش عليا. واخرب بيتك ليه يا بنتي؟ انا اللي يهمني يفضل عامر بحس ابني. انا داخله اوضتي. بكره يبقى لك بيت يا دكتوره وتخافي عليه. البيت اللي يتبني على كدب ما يبقاش بيت. لو قالت الكلام ده قدام حماده هيطلقني. ما تخافيش ما تخافيش، دي عصبيه شويه بس طيبه. ما انا برضه غلطانه ولازم استحملها. قولي لي انتوا متجوزين بقالكوا قد ايه؟ معلش اصل احنا لا قعدنا ولا اتكلمنا. 4 سنين. ما خلفتوش؟ ربنا مش رايد لي. عرفتي ليه بقى انا خايفه احسن يسيبني؟ ده ايه اللخبطه دي كلها؟ على فكره يا جماعه القضيه دي عايزه شغل كتير، وبعدين مليانه مشاكل. يعني مثلا حضرتك قضيت فترة الجيش ولا لا؟ يا استاذ مسعد هو كان العائل الوحيد للأسرة، انا كنت لسه في الكلية. يا ابراهيم ما دي في حد ذاتها برضه مشكلة. ده غير قضية العودة على قيد الحياة. باختصار يا جماعة، القضية دي عايزة فلوس كتير ومجهود كتير ووقت كتير. بالنسبة للفلوس معاكم؟ يا استاذ مسعد هو زبون، ده حمادة اخويا، معانا فلوس، المهم النتيجة. خلاص يا سيدي، بس يا ريت بقى تسيب 1000 جنيه بره مع الكاتب، يعني تحت بند المصاريف. طب ونسيب ليه مع الكاتب؟ ما تاخد دلوقت. هات يا سيدي. هو حد يقول لي الفلوس؟ لا. امي. امان عليك يا ابني، ما تزعلهاش. يا امي انت ما تعرفيهاش، دي قويه ومفتريه. انا لولا شايلها الايام اللي وقف فيها جنبي انا كنت طلقتها. لا يا حماده ما تقولش كده تاني. هم لعوا خرجوك وحبسوني ليه؟ ما انت عايش اهو زي الفل، وزي ما رجعتك عايز فلوسي. مالكش فلوس عندنا. يوه ليه كده بس يا ابني؟ معلش يا ابني ما تزعلش، هو بس عنده ظروف صعبه. اتفضل. الدخله دي ما تبشرش بالخير يا حاجه، خلي بالك انا اتفاقي معاكي مش معاه. وانا عندي كلمتي يا ابني. اتفضل. برضه يا ابني الموضوع مش سهل، يعني بعد العيشة اللي كنا عايشينها وولادي دقوا دعم الفلوس، اقول لهم هاتوها ويلا نرجع زي الاول. يعني انا يا حاجه بعد ما عملت لك كل ده ورجعت لك ابنك لحد عندك تسمعيني الكلام ده؟ ما كنتش عارفه كده من الاول؟ يا ابني انا عايزه بس هم مش موافقين. يا فرحتي بعوزتك، رجعت لي الفلوس عوزتك يا حاجه. انا عايزه اقول لك ان الحكايه مش سهل، بس انا معاك لحد ما ارجع لك فلوسك. انت عارفه انا عملت ايه؟ عارفه صرفت قد ايه عشان ارجع لك ابنك؟ احسب وانا ادفعهم لك. يا ست اديني فلوسي بس ومش عايز منكم حاجه. هو انت مش في فلوس لوحدها باسمك؟ عينهم في البوسطه. خلاص هاتيهم لي وبعد كده نشوف فلوس حوريه وابراهيم. كلامك صح،
انا هاخد الدفتر من حورية وانزل اصرف لك الفلوس. هو مش معاك الدفتر؟ لا مع حورية. ما هو انت لو قلت الحورية ان انت عايزه تديني فلوس مش هتديك الدفتر اصلا. مش هترضى ليه؟ دي فلوسي، لا يمكن حورية تمنحها عني. بسم الله ما شاء الله. ده انت عايش في عز ابراهيم اخويا. ما يغركش، دي مأجرينها. انا ما بتكلمش بقى في تأجير ولا تمليك، انا بتكلم في العيشه اللي انت عايشها. وعلى فكره ابراهيم انا لا بحسد ولا بغير. طب اقعد ارتاح اخويا. انا ما افتكرش يا ابراهيم ان انا ارتحت في يوم الايام، لكن اني الاوان بقى ان انا ارتاح. وعلى فكره انا عندي احساس ان انت اللي هتدلني على سكه الراحه. اؤمر يا حماده، شوف انت عايز ايه وانا عنيا ليك. اهو ده العشم برضو. انت دلوقتي بسم الله ما شاء الله كلكم معاكم فلوس، انت وماما وحوريه، وانا زي ما انت شايف كده يا مولاي كما خلقتني. كلامك ده بيقول انك مش عايز تدي سعيد ولا تعريفه. احنا ناس ماشيين في الشارع لقينا فلوس، جري ورانا اللي ما يتسمى وقال الفلوس دي بتاعتي، نصدقه؟ اكيد لا. كده تبقى جدع ابراهيم وتبقى اخويا بجد. على فكره بقى احنا ممكن نحبسه ونخلص منه. بس خلي بالك انت مش هتقدر تثبت انه صور باسبورك الا لو الباسبور ده معانا. لا خلي الحكايه دي عليا انا. المهم دلوقتي ان الفلوس كلها كانت مكتوبه باسمي، وانت اللي رفعت قضيه موتي، وانت اللي صرفت الفلوس. يعني انا لو بلغت عنك ممكن تتحبس صح؟ وانت ممكن تحبس اخوك يا حماده؟ انا اساسا مش فاكر ان انت اخويا، يعني مش فارقه معايا. حتى لو انت مش فاكر انا برضه اخوك، ومفيش اخ بيحبس اخوه. تعرف ان انت لو اتسجنت هتلاقي ان نص المسجونين اخواتهم هم اللي حابسينهم. طب ما تسيبك من السكه دي وانا اريحك. انا رحت في الفلوس، عايز فلوسي كلها. طبعا كلها، مش فلوسي، الورق بيقول كده. حلو قوي، معاك الورق ومعاك المحكمه. روح اثبت الاول انك حماده وتعالى نتكلم، لكن انا ما اعرفك. اعوذ بالله. انا ماليش صوت في الدايره دي خالص. هو السيف هدم كده ليه مره واحده؟ طبعا عارف. انت ايه اللي مخرجك في الجو ده؟ كنت فين؟ كنت في البوسطه. روح هاتي لي شويه ميه بالريق. كنت في البوسطه بتعملي ايه؟ والشنطه دي فيها ايه؟ هاتي لي كوبايه ميه باللي بيها ريق يا بنت حافظ. لما افهم الاول اللي في دماغي صح؟ انت هتقعدي تحققي معايا وتسيبيني كده عطشانه؟ يبقى انت سحبتي فلوسك من البوسطه والشنطه دي فيها الفلوس. انتوا بالله يا ولاد حافظ ما فيكمش حد يبل الريق. ولو يا بقى تدي الفلوس دي لسعيد صح؟ استدقي مش هرد عليك الا لما اشرب. يا ماما ارجوكي ردي عليا. الحمد لله. امال شويه حر عاملين فينا كده، امال هنعمل ايه بقى في نار جهنم؟ ماما مش شربتي خلاص؟ ممكن تردي عليا بقى؟ حورية هي الفلوس دي فلوس مين؟ معرفش ومش عايزه اعرف. انا اللي يهمني ان سعيد ما ياخدش الفلوس دي. مالك يا بنت عفاريت الدنيا راكباكي كده ليه؟ انت لسه انت بتكلمي مين؟ انا عمك. ما انا يا ماما متنرفزه من اللي انت بتعمليه. وانا كنت سالتك بتعملي ايه بالفلوس؟ ما انت بتاخديها وتشتري بيها فساتين وحاجات، وانت متاكده ان الفلوس دي مش فلوسك. على الاقل انا بعمل حاجه اخلص بيها ضميري. الفلوس دي فلوس حماده. انت بتضحكي عليا ولا على نفسك؟ جرالك ايه يا حورية؟ انت طول عمرك حقانيه وبتخافي ربنا. وما تنسيش انا وانت وعدناه لو لقى حماده هنرجع له الفلوس. حورية يا اهلا وسهلا، اتفضلي نورتي الدنيا. انا مش جايه الضيف يعني ايه؟ ابراهيم فين؟ جوه يا اختي في البسين. استني. طيب ازيك يا حورية؟ ايه الشقه الغريبه دي؟ يكونش حماده قال لك زي ما قال لي؟ لا دي ماما، ماما صاحبت كل فلوسها وناويه تديها لسعيد. ايه يا نهار اسود، هي ازاي تعمل كده؟ هي دي جليله، انا مش قلت لك عنات؟ انت لازم تيجي معايا وتقنعها تشيل الموضوع ده من دماغها خالص. امك دماغها ناشفه ولو نوت هتعملها. وانا اللي فاكراك هتهد الدنيا عشان سعيد ما ياخدش الفلوس؟ انت مالك مش فارقه معاك كده ليه؟ لا فارق معايا طبعا. طب خد بالك يا ابراهيم، لو اخد الفلوس من ماما هيفضل ورانا لغايه ما ياخد بقيه الفلوس. وما تفتكرش ان البوديجاردات بتوعك دول هيحموك منه، ده مجرم يا ابراهيم. وهو من ناحيه انه مجرم فهو مجرم. يعني عايزان اعمل ايه؟ عايزاك تيجي معايا تكلمها وتخليها تغير رايها. اذا كنت انت اللي بتحبك مش قادره تغيري رايها، هتسمع كلام انا؟ هي واخده كلامي بجد عشان عارفه ان انا كارهاها ومش طايقاه. يعني هي فاهمه اني بحبه قوي؟ خلاص اقعد جنبها وفكرها باللي عمله فيك. ايوه بس ما بسش يا ابراهيم، انت لازم تروح معاها ما تقفش تتفرج على اللي بيحصل. خلاص هلبس واجي معاكي. وفر كلامك، الفلوس هديها له يعني هديها له. يا ماما انت عارفه كويس ان انا ما اقدرش اقفلك، لو ده هيريح ضميرك اديله الفلوس. غريبة أوي، أمال جيت مع أختك ليه؟ جيت عشان أريحها. هي الحكاية بالظبط، داخل عليا بوش غير الوش. يا ماما أنا مش عارف أعمل إيه عشان أرضيكي، بوافق على اللي أنت عايزة تعمليه بتزعلي، ما بوافقش برضه بتزعلي. أنا مش زعلانة،
انا مستغربه. مستغربه ان انا عايز اريحك. عايز تريحني؟ رجع الفلوس لسعيد. يا ماما احنا عايشين في الدنيا زي بقيه الناس، بص حواليكي في حد بيسيب فلوس لحد؟ امال عايز اسيب فلوسي ليه؟ فهمت. انت عايز بقى لما سعيد ياخد الفلوس يقول بارك الله فيما رزق ويبعد عنك، وتبقى انت ما خسرتش حاجه. عزه. ايوه يا عمده. انت لسه بتطبخي؟ يا حبيبي نص ساعه والاكل هيكون جاهز، اصل امي عدت عليا النهارده والكلام سرقني. ادي اللي خدناه من حماتي. طب حطي لي اي لقمه بقى عشان عندي ندوه في بيت السعيمي كمان ساعه لازم اكون هناك. ايه ده يا حبيبي انت مش هتنام شويه؟ لا دي فيها 20 جنيه مش 8 زي كل مره، واحنا اولى بالفرق. لا يا عمده هو مفيش كده اخبار عن سعيد؟ مفيش. فين الاكل؟ مفيش. طب هاكل بطيخ بقشره. انت ليه مستخسره فيا ان ربنا يعوضني على الايام السودة اللي عشتها الخمس سنين اللي فاتوا؟ يا ابني يعلم ربنا انا مش مستخسره فيك حاجه، انا كان ينقلي على عين وترجع، بس دي مش فلوسك. لا فلوسي. هو لما مد ايده على جواز سفري وسافر بيه بقت فلوسي. وبعدين جواز السفر ده لو كان معايا مش كان زمان رجعت لكم؟ انت تعبت في الفلوس دي؟ اشتغلت بيهم؟ لا بس تعبت واتمرمطت. يبقى ما تعبتش في الفلوس، هو شيء وتعب وكسبها بعرق كبير. الراجل ده نصاب ممكن يكون سرقهم. مش احنا اللي هنحاسبه، ربنا اللي هيحاسبه. انت كده بتشيليها من بق ابنك وبتديها للغريب. انا اشيلها من بقي واديها لابني، لكن ما اديلوش فلوس غيري. يعني انت مصممه تدي الفلوس للنصاب ده؟ ايوه. حتى لو قلت لك اني هسيب البيت ومش هتشوف وشي تاني؟ انا مش هغضب ربنا يا حماده، لو عايز تمشي امشي. البيت ده مشي من غيرك ومن غير فلوس سعيد خمس سنين، وهمشيه تاني لحد ما اجوز اختك واقابل رب كريم. عملت كده ليه؟ بزاول حماده، بشغله لحد ما اعرف انا هعمل ايه. هي فكره حلوه ممكن تخليهم يخبطوا كلهم في بعض. زمان الدنيا مولعه هناك. بس تفتكر الفكره دي هتجيب نتيجه معاهم؟ انا حسبتها لقيت محدش هيقف جنبي قدام حماده غير امي، قلت اطوعها. فالح يا اخوي، بس امك بدل ما تكسبها في صفك هي قلبت عليك. على فكره يا ابراهيم امك فاهمك كويس قوي. انا عارف، عشان كده دخلت عليها بطقم حنيه اكل معاها. ربنا يعمل اللي فيه الخير. بقول لك ايه، انا خلاص عينيا بدات تقفل، انا طالعه انام. هو انت مش هتنام ولا ايه؟ هشرب السيجاره واجي وراكي. هستناك. قلت لك هاجي. ماشي. يا ابني العبيطه. انت بتعمل ايه؟ بصطاد سمك. سمك ايه؟ هو ده ايه؟ ايه يعني؟ ده بانيو كبير فيه ميه، هيجيله منين السمك؟ وانا بقالي 3 ايام قاعد اللي سمكايه حتى تطلع مفيش. لا يا راجل. طب اقول لي انت انا اعمل ايه؟ انا اختي منصفاها عليا على الاخر، مش مداني ولا مليم، مفيش لا شغل ولا مظهره. بقول لك يا ابراهيم، ما تخلينيش اغسل لك العربيه كل يوم وتديني 50 جنيه؟ 50 جنيه؟ لا. انا عندي حل احسن. إيه؟ كل السمك اللي انت هتطلعه من هنا انا هشتريه منك. بجد؟ وناكله سوا. بالمصحف؟ يا عنايات. يا رب يا رب ارزقها بقى بسمكتين. بتعمل ايه عندك يا حماد؟ ماما كنت بدور على فوطه نظيفه. مش ده بيتي برضه والمفروض اخد دش فيه؟ ما الفوط عندك في الدولاب في الرف التاني. معلش يا امي ما كنتش اعرف. لكن عارف ان انا امك مش كده؟ طبعا عارف. وعارف ان انا بحبك اكتر من روحي. طبعا مش امي. يمكن تكون عارفها بعقلك لكن مش حاسسها بقلبك. ازاي يا امي؟ ده انا بحبك قوي. انت فاكرني يا حماده؟ مش فاكرني. تعالى اقعد وانا هفكر. انا هحكي لك حكايه عشان اقربها لك. كان في مره واحد بيحب مراته قوي، قالت له انا مش هحبك احسن حب في الدنيا الا لما تروح تجيب لي قلب امك. راح واخد السكينه وشق صدر امه وطلع القلب وجري ملهوف يتكعبل وقع. قلب امه قال له اسم الله عليك يا قلب امك. وانا كمان يا حماده مهما عملت فيا هفضل احبك. دخلت فلوسك على البيت دي كانت دخلت الندامه، ودي اكبر حاجه مخلياني راكبه راسي وعايزه ارجعهم لك. بس قبل ما اديهم لك ليا شرط.
هو لسه في شروط يا حاجه؟ ما تخافش يا ابني هديهم لك، انا مش عايزه منهم حاجه، لكن ولادي لسه الدنيا بتقول لهم انتوا فين. الفلوس اللي عندك دي يا حاجه هي الحاجه الوحيده الصح اللي عملتها في حياتي، عشان كده ما عنديش اي استعداد ان انا اسيبها، ورغم كده يعني انا مستعد اعوض حماده. خد يا ابني فلوسك اهي. في ايه؟ هو في ايه؟ طلعت يا معلم يا ابراهيم، لعبتها صح؟ لعبت ايه؟ جيت البيت وخدت امك على الهادي، خدتها بالراحه وخدت الفلوس ومشيت. فلوس ايه؟ انا ماليش في القصه دي. ما قلت لك بقى حلوه، فين الفلوس اللي خدتها من امك؟ انت جاي تستهبل عليا حماده ولا بتشتغلني؟ اوعى تكون فاكر انك عشت لك 5 سنين صياعه، انا صيعت عمري كله. فين الفلوس يا ابراهيم؟ الفلوس دي ما خرجتش براك. طب وطي صوتك عشان انا عندي هنا جوز تاني، لو رفعت صوتي هيطلعوا يفسخوك نصين، وانت اخويا ما ينفعش. في حاجه يا دكتوره؟ لا يا زلط يا حبيبي، ده اخويا حماده، بس في بينا سوء تفاهم وانا بشرح له بالراحه، مش كده حماده؟ ده انت عصابه بقى. لا سيبنا غزه في لسانه. شايلك للتقيله يا زلطه. اهدى حماده. ماشي يا ابراهيم، خلينا نتفاهم بالعقل. خد الفلوس اللي انت خدتها من امك واديني الفلوس اللي معاك. ده انت اللي طلعت معلم بقى وانا مش واخد بالي. انت هتكوش على كله. انا ما خدتش حاجه من ماما، واللي معايا روح خده بالمحكمه. ده اخر كلام عندك؟ اه. بتبص على ايه؟ هو ده اخوك فعلا؟ لا. طب ما سبتني اصلا غزه في اسنانه. عندك يا جدع انت؟ ايه يا عم واحد واقف في ارضه مالك؟ ارضك؟ طب امشي بدل ما تخرج عيار اجيب عجلك. انت مين يا عم انت؟ انا غفير الارض دي كلها. وانت مين اللي عينك عليها غفير يا جدع انت؟ انت هتحقق معايا؟ يلا امشي علشان شكلك كده بتحرم على موتك. يا عم الارض دي كانت بتاع الجيش وانا اشتريتها، يعني بقت ملكي. الارض دي ملك الشيخ صالح. مين الشيخ صالح ده؟ بقول لك امشي بدل احسن لك. بص قوي بحلاقي يمكن اصدق. تصدق ايه وبتكلمني كده ليه اصلا؟ انا اتكلم زي ما انا عايز، انا صاحب حق. الفلوس اللي راحت دي فلوسي وانت اللي خدتيهم يا دكتوره. وانا هاخدهم ليه ان شاء الله؟ اهو البحر يحب الزياده، وبدل ما تفتحي لك صيدليه صغيره تفتحي لك صيدليه كبيره. سامع يا ماما حماده بيقول ايه؟ امك سامعه وعارفه كل حاجه، عارفه ان انت اللي خدت الفلوس، وحتى لو هي مش عارفه انا عارف. بس حركه ذكيه قوي يا دكتوره. ما انا الغلبان الوحيد اللي فيكم اللي معهوش فلوس، وكل الدنيا لازم تشك فيه. ايوه انت اللي خدت الفلوس وعايز تلزقها فيا. هي كده كده لازقه فيكي، انت اللي كارهه سعيد. تنكري انك جيتي وحكيتي لي موضوع الفلوس عشان توقعيني مع امك. انا ضد ان ماما تديهم له، بس انا ما اسرقش. مش انت برضو اللي رحت لابراهيم وقلتي له عشان يجي يتخانق مع امك؟ انت عملتي كده يا حوريه؟ انا فعلا رحت لابراهيم وانا اللي قلت لحماده، بس انا ما خدتش الفلوس. امال مين اللي خد الفلوس؟ ولا يكونش الموضوع ده كله تمثيليه والدور الكبير بتاعك انت يا حاجه جليله؟ انا هسرق روحي؟ في الاول تقولي هدي الفلوس لسعيد فكلنا نزعل ونتخانق وياكي، وبعدين تخبي الفلوس وتقولي اتسرقت ونخلص بقى من سعيد وزنه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ بقى احنا بندور عليك السنين دي كلها عشان نجيبك ونضحك عليك؟ الكلام ده يدخل دماغ عاقل؟ امال الفلوس دي راحت فين؟ خدها العفريت وطار. انت مين وايه اللي جابك هنا؟ انا صاحب حته الارض نمره 8 اللي على الطريق. وهو في حد لما يقول على روحه يقول انا صاحب الحته الفلانيه؟ الملك لله يا استاذ. اسم الكريم ايه؟ سعيد. اقعد يا سعيد، اتفضل. طيب ماشي الحال، روح انت. بس انت قلبك جامد يا استاذ سعيد. انت جاي لوحدك؟ لا انا معايا واحد قريبي بس مستني بره. مفيش معاك حد. رجالتي قالوا لي. شوف يا حاج صالح، الأرض دي بتاعتي، ملكي،
انا شاريها من الجيش وورقها معايا. ورق؟ معاك ورق دي للحكومه؟ احنا ما بنتعاملش بالورق، احنا بنتعامل بالكلمه. القصد ان الارض ارضي، كل واحد بشوقه يقول ما بداله. ما العربيه اللي انت راكبها بره دي ممكن اقول انها بتاعتي. اسمع يا استاذ، المنطقه كلها تخصني، والحته اللي بتقول عليها ان كنت عايزها ادفع. انا دفعت يا شيخ ومش هدفع تاني. روح للي دفعت له. انا بقول نتفاهم بدل المشاكل. المشاكل دي اكل عيشنا، ولولا اني مستجدع دخلتك لغايه هنا لكان ليا تصرف تاني معاك. طلباتك 500,000. كده يبقى مات الكلام. سلام عليكم. يلا يا حريه عشان نتغدى. ماليش نفس يا ماما. الله، وانا عايز احل الاكل مرتين. يلا قومي روحي صحي اخوكي عشان ناكل كلنا مع بعض. وانت عايزاني كمان اندهله بعد ما سرقني؟ وانت صوتك يا بنتي. حبيبتي اخوكي عيان وفي ازمه، لازم نستحمله وندعي ربنا يفكروا بينا. عامه هو خد شنطته ونزل. نزل راح فين؟ اكيد راح لمراته كده من غير ما يقول. لا حول الله. هو مين اللي سرق الفلوس يا ماما؟ الله اعلم يا حريه، بس انا شاكه في ابراهيم. طريقته وموافقته على اللي انا هعمله هو ده اللي مشككني فيه. انا حاسه اني بقيت خايفه في بيتي، مش مطمنه حتى لاخواتي. ازمه وتعدي يا طلع وهنرجع زي الاول. عمرنا ما هنرجع زي الاول، كل حاجه في البيت اتشرخت خلاص. حماده، انا ما كنتش متخيله انك هترجع. ده بدل ما تقولي الحمد لله على السلامه. طبعا الحمد لله على السلامه. وحشتك؟ طبعا وحشتيني. انا عايزك تسخني لي ميه عشان ادخل اخد دش. انت بقى وحشتني اكتر. تعرف ان انا كنت فقدت الامل انك ترجع. واديني رجعت لك اهو. يلا بقى سخن الميه. عينيا، هاخد بقى الهدوم دي اغسلها لك. لا لا، سيبك من الشنطه دي دلوقتي واعملي اللي انا قلت لك عليه. حاضر. هي الارض دي تسوي لها كام يا استاذ؟ انت ناوي تشاركني ولا ايه يا معلم؟ لا مش القصد، انا يعني عشان احسبها معاك صح. احنا عايزين في اول طلعه 20 راجل بسلاحهم، وبعد كده هننزل تلاتات يقعدوا في الارض يباتوا فيها عشان يامنوها، ما حدش يرجع تاني. موجود وكله بحسابه. كل بيقول انك راجل مجدع وانا راجل صاحب حق. اليومين دول مش يومين الحق، كل واحد في البلد بيقول انا صاحب حق. سيبك من الحق واصحابه وخلينا هنا. هتخلص بكام يا معلم؟ الواحد من دول هياخد في الطلعه الاولانيه 10. اقسم بالله ده عشان خاطر كله، بس دول بياخدوا 20. كلك ذوق يا معلم رزق. يا عم كلك ذوق ايه؟ كتير، ده نظام تطفيش. ليه كده بس يا برنس؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. وانا ليا 30 وخمسة عشان كله، يبقى كله مع بعضه 95. كتير. الاتفاق مع صالح ارخص يا كله. بص يا باشا، احنا مش هنسمي. كله على بعضه 80 وده اخر كلام عندي. ايه؟ 60. وانا مش هكسر لك كلمه. قولك ايه يا معلم؟ نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حماده المايه سخنت. حمام الهنا يا حبيبي. طيب.
صباح فين الفلوس يا صباح؟ فلوس ايه؟ انت عايز فلوس؟ الفلوس اللي كانت في صندوق امك. انا عمري ما حطيت فلوس في صندوق امي. طلعي الفلوس يا صباح والا هيبقى اخر يوم في عمري. انت اتجننت؟ بتمد ايدك عليا يا حماده؟ فين الفلوس يا صباح؟ انا النهارده يا اجل مبعتون. ايه ده في ايه؟ ايه ده معانا؟ بنتك شرعتني يا صابر، خليك فلوسي. اخرس قطعت لسانك. اذا كنت بتتلكك عشان تطلعها طلعها يا اخي، مالهاش عرف. احنا مش ماشي بعدنا. ماشي يا صابر، انت طالع يا صباح طالع. انا اخويا، انا مالك يا برنس؟ انا مالك، احنا وصلنا خلاص اهو. انا مالك اخويا؟ اخويا ما تخافيش يا ست، اخوك ده طلع راجل بالصحيح، فضل يجري وراهم ويضربهم لغايه لما خلاهم يجروا قدامه زي الفلان. هنا ما تخافيش اهو، ما تخافيش. هنا يا اخويا. يا معلم رزا. ايوه. ما تخليش حد من الرجاله يمشي، يمكن يرجع تاني. ما تقلقش يا برنس، انا سايب هناك اربع رجاله ياكلوا الزلط، ما فيش مخلوق يقدر يهوب ناحيه الارض. حته الارض دي هي اللي بقيانا من الدنيا يا معلم، مش عايز اخسرها. برقبتي برقبتي يا برنس. مد ايدك في جيبي، طلع التليفون، ادي لعواطف. حاضر. عواطف؟ نعم اخويا. هتلاقيها على التليفون نمرت واحد اسمه الدكتور تامر، عايزك تكلمي. ادي له عنوان هنا. سعيد. سعيد مين؟ انا يا ماما. خير اللهم اجعله خير، اللي لم الشامي على المغربي. اتقابلنا على السلم. يعني انا كنت عايزه واحد فيكم تقوموا تقولي انتوا الاثنين، وانت مش مشيت وانت مسرقني الفلوس انا واختك. انا اللي فيا مكفيني، انا طلقت صباح. يا لهوي، ليه يا ابني كفل الشر؟ ايه اللي حصل؟ اهو اللي حصل بقى، انا داخل اوضتي. لا حول الله يا رب. وانت جاي ليه انت كمان؟ زعلان مع مراتك؟ مش انت كنت بتقولي ان انت عايزه حد فينا؟ تعالي اقعدي. عايزه ايه؟ في عريس جاي لاختك وكنت عايزه اسال عليه. حاضر، من عينيا. منكر لك ايه وهات؟ مش عوايدك ولا كنتش عاوز تستلف 5 جنيه؟ انا بس حاسس اني غلطت معاكي وعايزك تسامحيني. اسامحك على ايه؟ هو انت اللي سرقت الفلوس؟ لا، ورحمه ابويا ما شفتهم ولا عارف طريقه. امال في ايه؟ افهم. انا كنت قاعد مع نفسي وفكرت اني غلطت معاك كتير قوي، عشان خاطري سامحيني. انت فاكر مهما عملت فيا هل ده يشيل منك؟ ده انت ابني. انا همشي، شوف وشك بخير. يو انت كيف ايه؟ ماشي في ايه؟ معلش، وديني على قد عقلي. طمني يا دكتور بقى كويس. بص يا ستي، هو الجرح بسيط بس هو اتلوث جامد، فعمل مجموعه التهابات، فاضطريت ان انا ادي له انتي بايوتيك مضاد حيوي. يعني هو كويس؟ الحمد لله تمام. تعبناك معانا. بص يا ستي، انا طالب منك طلب واحد بس، انا عملت له كل اللازم، بس يا ريت بقى لما يفوق تقولي له يشيل نمرتي من على تليفونه، علشان انا مش عايز اعرفه تاني. ممكن؟ ولا احنا عايزين نعرفك يا اخويا. يا سلام بالراحه على نفسك، لا يجيلك الضغط. ايوه يا حاجه جليله، انا صباح. بقول لك يا احمد عندك؟ لا لا لا، انا مش عايزه اكلمه، انا عايزه اكلمك انت. بقول لك يا حاجه، هو انت اديتي لحماده فلوس؟ يعني زي ما حسبتها؟ طب انا الفلوس دي عندي. بصي يا بنتي، الفلوس دي لا فلوسي ولا فلوسه، دي فلوس الجدع اللي جينا لك معاه. ايوه سعيد. ابراهيم عناد، ازيك يا زلط؟ ازيك عامل ايه؟ امال ابراهيم فين؟ ابراهيم هج. يعني ايه يعني هج؟ صحيت من النوم ما لقيتهمش،
خد عنايات وراحوا ركبوا الطياره. مش انت بتقول انك صحيت من النوم ما لقيتهمش؟ عرفت منين ان هم سافروا؟ ما هي انا اتكلمت من المطار وقلت له يا زلطه ارجع سقف الحاره. انا قلت قدام الفيلا مدفوع ايجار اخر الشهر قاعدين اقعد والعب فيها. طب ما تعرفش يعني سافروا فين؟ ولا اعرف، انا كل اعرف ان هم خدوا الفلوس وهجوا. يا خساره. ماما بتبصي لي كده ليه؟ اطلع بره يا حماده. بتقولي ايه؟ بقولك اطلع بره، البيت ده مش بيتك. عايز تيجي فيه تيجي ضيف يوم اتنين، لكن انت يا ابني ليك بيتك وعيشتك. اطلع بره من غير ما ترد. مساء الخير يا سعيد. اهلا ست صباح، اتفضلي. لا ملوش لزوم، الامانه دي بعتها لك الست جليله. ايوه بس ما يصحش كده من على الباب يعني، اتفضلي. معلش اصلي سايبه الدكان لوحده. عن اذنك. بعتها لك الولادي. فلوس يا عواطف. حاضر جاي جاي. عبد الله الحمد لله على السلامة يا ابني. عبد الله جاي يا صباح. اللي جابك؟ بقالي 5 أيام في الشارع. كنتش عايز اجي. فلوسها خلصت؟ طب سيب شنطتك وقبل اي كلام تنزل تجيب الشيخ شعبان عشان يردني. يا عماد انا مش جاي اقول لك خد فلوس، انا جاي اقول لك تعال اتعب واشتغل ويطلع عينك معايا لحد ما نبني البنزينه. يا برنس انا ظبطت دنيتي على اللي بيجيلي من الوظيفه وبارك الله في مرزق. وتروح الشغل وتيجي من الشغل وتقعد جنب التلفزيون بالليل متحسر وتشوف الناس اللي قاعده تقول يا رب ليه ما خلقتنيش زيهم. بعمل نفسي مش شايفهم واديني مقضيها. طب ما نجرب يا عماد، نتعب مع سعيد شويه يمكن ربنا يكرمنا معاه. اديكي قلتيها بعظمه لسانك، يمكن. وليه؟ ما احنا عايشين كويس الحمد لله، صحيح على قدينا بس عارفين بكره في ايه. بكره هيبقى اصعب يا عماد، ومصاريف بتزيد يوم ورا يوم، والداخل هو هو، يعني مفيش فرصه نبقى احسن. انا قلت اللي عندي، المكان موجود ويسعنا كلنا بعيد عن الخنقه. انا قلت نبني في مكان تاني ونفتح حياه جديده، يمكن ربنا يكرمنا وتبقى احسن. ربنا معاك يا سعيد. أنا خلاص عرفت أنا عايز إيه. أنا عايز أعيش مطمن. لا يا عماد أنت مش عايز تعيش مطمن، أنت عايز تعيش مأنتخ. أنا حر. لا مش حر، وأنت عايش في الدنيا لوحدك. عزة خلص بقى. الكلام خلاص بقى، أنا مش عايز أعمل مشكلة ما بينكم. أنا همشي بس هستناك يا عماد. الأرض اللي تشيلك أولى بيك من الأرض اللي تضيق عليك.
بتخنقك. علشان كده جيت هنا. جيت هنا وانا عارف انه صعب، بس كمان متأكد انك هتدي للي عرقه هيبل ترابك ويشد حيلك.